الإنسان منا في عنده وشين، وهالوشين بتلاقيهم تحت ألف قناع وقناع. كل إنسان بيكون صياد وبنفس الوقت بيكون الضحية، كل إنسان بيكون بريء وبنفس الوقت بيكون الوحش، وما فيك تعرف إمتى بينتقل هالإنسان من حالته لحالته التانية. المشكلة الأساسية أكيد مو أنه نعرف إمتى الإنسان رح يتحول من حمل بريء لوحش كاسر. المشكلة شو لازم يصير ليتحول.